برضو الأستاذ محمد، وانتي أكيد معانا. يعني أستاذ محمد، هل شايف هناك بقى بعض القنوات مثلا زي قنوات اليوتيوب بتعرض بعض البرامج يمكن، أو بعض الأشياء تضم مجموعة من الأعمال الفنية الموسيقية الأدبية المترجمة خصيصا للفئة اللي هي حضرتك منها؟ هل شايف إن دي كفاية؟ يعني دي كفاية عشان تعبر عنكم، أو إن أنتوا تحصلوا منها على كل اللي أنتوا عايزينه بقى في الموسيقى في الأدب في الفن في كل حاجة؟ هل ده كفاية؟ انا شايف دلوقتي ان في ناس كتير قوي، طبعا ما فيش مجموعات كلهم افراد لنفسها، هي بتحاول ان هي تشير عشان الناس تشوفها وتتشهر، بتحط الموبايل وتنزل على اليوتيوب او تنزل في اي موقع او حاجه، ما فيش حاجه معروفه لينا يعني بتتعمل. هم على طول اغلب الوقت بينشروا على الفيسبوك، وبيبقى في حاجات كتيره قوي مختلفه، كل واحد لينا ليه صفحه بينزل فيها كوميكس، بينزل فيها اغاني. قبل كده انا كان نفسي ان احنا نعمل قناه خاصه بالصوم، حاولنا كتير وقدمنا اوراق كتيره بس اترفضت. طبعا ناس كتيره قدمت بروتوكولات ان حابين ان احنا يبقى في صفحه خاصه، قصدي قناه خاصه للصوم. بره مصر في حاجه زي كده، لكن في مصر ما فيش طب حاجه زي كده. ليه اترفض؟ يعني ليه لما انتوا قدمتوا تعملوا حاجه بشكل خاص ومقنن، ما تكونش مجرد حاجات فرديه زي ما حضرتك قلت، ليه ده اترفض؟ ما اعرفش، احنا قلنا لهم، هم بيقولوا لنا، هم ما قالوش طبعا ان هم رافضين بالشكل الرفض، هم قالوا الميزانية، طيب دلوقتي، طيب الوقت مش مناسب، مش عارف ايه، بعد كده بيموت يعني الموضوع. ما فيش تعاون يعني. طيب